السلام عليكم، لديك ثانيتين فقط لتقرر ما في هذه الصورة. تمهل، هذا ليس فضا صغيرا أو نقانقة ذات أسنان، لكن قبل أن أخبرك ما هو أترك لي ما ظننته في التعليقات. كان هذا فأر الخلد العاري، كائن غريب أليس كذلك؟ هذا الكائن شبه أعمى، ذو جسم وردي متجعد خال من الشعر، يعيش حياة غريبة في صحاري شرق إفريقيا في أنفاق ضمن مستعمرات تعادل مساحتها 6 ملاعب كرة القدم. تعيش مئات الفئران معا وتقودها ملكة مهيمنة. إذا كان الجو باردا تتراكم هذه الفئران العارية فوق بعضها البعض لتدفئة أجسادها. أما الأغرب فاكتشف العلماء أن خلايا هذا الكائن قد تكون مفتاحا لعلاج مرض السرطان. كان هذا فيديو اليوم على قناتكم سعيد لوجه. أنا سعيد. لدعم هذا المحتوى اشتركوا في القناة وضغطوا على زر الإعجاب. أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.